انطلاق فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية. وعبد النور يؤكد أن الاتفاق يعد خطوة أساسية نحو الاندماج الكامل. البنك المركزي يؤكد أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خففت من حدة ارتفاع عجز المعاملات الجارية خلال التسعة أشهر الماضية. أزمتا اليونان وأوكرانيا تلقيان بظلالهما على قمة مجموعة السبع التي تنطلق بدون روسيا، ومحتجون يغلقون الطريق المؤدية لمقر القمة. نشرة اقتصادية مفصلة من قناة النيل بالقاهرة. تنطلق اليوم فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية. يمثل هذا الاتفاق نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية في مختلف القطاعات للدخول إلى الأسواق الإفريقية، ونافذة مهمة وكبيرة للمنتجات المصرية. كما تضمن هذه الاتفاقية الإطار العام الذي سيتم من خلاله العمل نحو إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية يعد خطوة أساسية نحو الاندماج الكامل بين تلك التكتلات، لما يتيحه من فتح باب جديد أمام استغلال الفرص الاستثمارية وزيادة حركة صادرات مصر لتلك الدول. نحن مقدمون عليه، هو خطوة أساسية نحو هذا الاندماج الكامل باندماج اقتصاديات 26 دولة من شرق أفريقيا، تمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى رأس الرجاء الصالح جنوبا، وفي الواقع من المحيط الهندي شرقا إلى المحيط الهادي غربا. 26 دولة، 625 مليون نسمة مستهلك، ناتج محلي إجمالي مقدر بتريليون و200 مليون دولار، بيمثلوا أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي للقارة. وللمتابعة ينضم إلينا هاتفين دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت، يعني قمة اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية في شرم الشيخ بالتأكيد هي خطوة أساسية نحو الاندماج الكامل بين تلك التكتلات. ما هو منظورك إذن لهذا الحدث الذي تشهده مدينة شرم الشيخ اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي خطوة مهمة جدا تصب في التحركات الإيجابية التي بدأها الرئيس بالنظر إلى قارة أفريقيا. تجاوزنا الكثير من مسألة النظرة المتعالية لقارة أفريقيا. قارة أفريقيا ينظر إليها الآن من مختلف دول العالم باعتبارها كنز لم يكتشف بعد. لدينا مصالح مشتركة كثيرة مع الدول الموجودة في التكتلات الثلاث، نحن عضو في أحد هذه التكتلات، لكن التكتلين الاخرين ايضا السادك والاياك مهمين جدا. مساله يعني الكوميسا هي اللي احنا اعضاء فيها بشكل مباشر. المساله المهمه اللي كنت عايز اكد عليها هي ان احنا ان كل اتفاقيات التجاره الحره تجاوزت الان مساله تحرير التجاره من التعريفات. لم يعد العائق في التجاره هو التعريفه الجمركيه ابدا. العائق الاساسي الان والمعوق لحاله الاندماج الكامل التي يسعى اليها الجانب المصري كما تسعى اليها دول افريقيا متمثل في أجانبه الأكبر في ضعف وفقر البنى الأساسية، في مشاكل تعوق حركة النقل سواء نقل الأفراد أو البضائع. هذه هي المشكلات الأساسية التي يجب أن نتعامل معها. هناك كما تفضل الوزير وتحدث عن امتدادها من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، هناك أيضا حاجة إلى أساطيل للنقل البحري تعمل على خدمة هذا التجمع الجديد أو هذا التكتل الجديد. مسألة الاندماج مع أفريقيا مسألة هامة جدا، الاندماج الحقيقي وليس الورقي وليس الذي يأتي في صورة اتفاقات على ورق. وأعتقد أن هذه المرة نحن نتجه نحو عمل أو إقامة تجمع إقليمي قوي لمواجهة التحديات القادمة سواء في التجارة أو الصناعة أو الاقتصاد المختلف.
أشكرك دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. شهد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد إدخال تعديلات على قانون الغرف التجارية يسمح لها بإنشاء شركات وأسواق ومخازن ولوجستيات. في إطار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شهد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي يمكنهما من تنسيق العمل بينهما لضم القطاع غير الرسمي بنظيره الرسمي من المشروعات الصغيرة. تعاون رائع ما بين الصندوق الاجتماعي واتحاد الغرف التجارية لتعضيد ومساندة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المحافظات. البروتوكول يتضمن عدة محاور أبرزها التسويق ودعم إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحصول على التراخيص وفتح سبل لفرص التصدير، بالإضافة إلى التدريب من أجل توفير فرص عمل في تلك المشروعات. الصندوق بيخاطب مين؟ بيخاطب أعضائنا اللي موجود في 26 محافظة، في 26 غرفة، الأربعة مليون تاجر وصانع مؤدي الخدمات، زائد الجذب الفرص عمل للشباب أو دفع الشباب وإغراءهم بعمل دخول في القطاع الخاص المصري، لازم يتم برضو عن طريق الغرف، لأن هي دي القناة أو الاقتصاد الرسمي زي ما بيطلق عليه. الصندوق الاجتماعي مش بيقدم فقط خدمات تمويلية، ولكن بيقدم كمان خدمات استشارية ودراسات جدوى وخدمات تدريب، وكذلك خدمات لريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف. وفي ظل إدخال تعديلات على قانون الغرف التجارية يسمح لها بإنشاء شركات وأسواق جديدة، تسعى نحو 26 غرفة تجارية بالإضافة إلى 31 مكتبا للصندوق الاجتماعي في مختلف المحافظات على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا في 3 أشهر حتى مارس بلغ 4.1 مليار دولار، مقارنة مع فائض بلغ 322.9 ملايين دولار في الربع السابق عليها. وقال البنك المركزي المصري اليوم أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار في أول 9 أشهر من السنة المالية التي تبدأ في يوليو، مقارنة بعجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر. وأرجع البنك العجز إلى وصول نحو 12 مليار دولار تعهدت دول الخليج العربية بتقديمها لمصر بعد انتهاء الربع الثالث. تقرير البنك المركزي أظهر أن حدة العجز خففتها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7 مليار دولار في أول 9 أشهر مقارنة ب 3.1 مليار قبل عام. واستقرت إيرادات السياحة وهي مصدر رئيسي للدخل في مصر لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة ب 1.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤول جهاز مدينة السادسة من أكتوبر بحصر جميع الأراضي الفضاء في المدينة واختيار مواقع مناسبة منها لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لمحدود الدخل ضمن مشروع المليون وحدة، وذلك لتزايد الطلب على المدينة من جانب الشباب ومحدود الدخل. وأعلن مدبولي عن طرح إعلانين جديدين لمشروع الإسكان الاجتماعي، يشمل الإعلان الأول 13 ألف وحدة كاملة تشطيب بمساحة 90 متر سيتم طرحها في مدينة أكتوبر على أن يتم تنفيذها عن طريق المنحة الإماراتية، بينما يشمل الإعلان الثاني طرح وحدات في محافظة مطروح بمساحة 75 مترا، وسيبدأ حجز الوحدات عقب إجازة عيد الفطر مباشرة. أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن مشروع قانون العمل الجديد يمنع أرباب العمل من الفصل التعسفي للعامل، وأشارت الوزيرة إلى أن القانون ينص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العامل المختص،
وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا قبيل التحاقه بالعمل. وأكدت الوزيرة على أن مشروع القانون استحدث حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي، كما حظر على أرباب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منها. وإلى البورصة المصرية، حيث تراجعت مؤشراتها الرئيسية بشكل جماعي عند الإغلاق اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للشراء. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 495.4 ملايين جنيه. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفين الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، ما أسباب تراجع مؤشرات البورصة اليوم؟ هو طبعا الحاجة الحاكمة أكثر هي تدني أحجام وقيمة التعامل، ففي سهولة عندنا من 25 في شهر في اكتتاب في شركة من شركات المقاولات العملاقة العربية، نزل بورصة على طرحين، طرح عام وطرح خاص. طبعا الناس كلها بتتعشم خير في هذا الطرح. الطرح دوت هيبقى سعره يتراوح ما بين 3.5 و 4.75، ففي امل من قبل المستثمرين ان الكتاب دوت يحقق ارباح للمستثمرين الذين منيوا بخساره في الفتره السابقه، يعني لا يتعوض، والى جانب ان هو هيسحب معاه كل قطاع العقارات. في كمان حاجه جديه جدا في البورصه الفتره الجايه هو تفعيل التي بلس 1 على حسب طلب العميل في كل شركه سمسره، حتى الشركات الغير مشتركه في السيم دي اللي هو ذات الجلسه. في يعني منتظرين سيوله تخش جديده في البورصه المصريه هتنعش البورصه وتنعش المؤشرات، ولكن عاده الانخفاض في المؤشرات بيبقى انخفاض صحي، بيبقى العمليات الصحيه سريعه لجني ارباح وبيقابلها باذن الله ارتفاعات في الفتره القادمه. نعم، اشكرك الاستاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال. تنطلق في ألمانيا اليوم على مدى يومين قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث يلتقي زعماء المجموعة في اجتماع قمة تلقي بظلاله عليه أزمة ديون اليونان، كما ستلعب الأزمة الأوكرانية دورا بارزا أيضا في قمة يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جمدت مشاركته فيما كان يطلق عليها مجموعة ثماني بعد ضم موسكو القرم العام الماضي. أزمات الاقتصاد والسياسة العالمية تتصدر أجندة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم في ألمانيا خلال اجتماع القمة التي تستمر على مدار يومين. القمة تأتي بدون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جمدت مشاركته فيما كان يطلق عليها مجموعة الثماني بعد ضم موسكو القرم العام الماضي، كما أنهم يلقون باللائمة على موسكو في تدهور الوضع في أوكرانيا.
خلال اليومين المقبلين سنناقش مستقبلنا المشترك والاقتصاد العالمي الذي يوفر الوظائف والفرص وسبل الحفاظ على الاتحاد الأوروبي قويا ومزدهرا وتشكيل علاقات شراكة تجارية جديدة على جانبي المحيط الأطلسي والتصدي للعدوان الروسي في أوكرانيا ومواجهة تهديدات العنف المتطرف وتغيير المناخ. كما تهيمن أزمة الديون اليونانية على جزء من أعمال القمة في وقت لا تزال المفاوضات متعثرة بين أثينا ودائن. سبع مما اضطرهم لأن يقطعوا الجزء الأخير من الرحلة بطائرات هليكوبتر. وتظاهر أعضاء منظمة أوكسفام التي تحارب الفقر وطلبوا قادة الدول بالعمل على إقرار العدالة وتنظيم الاقتصاد على نحو أفضل. مبدأ مناقشة تحقيق المساواة الاجتماعي مفقود من أجندة الأعمال، وهذا مؤسف للغاية، ليس فقط لأهميته ولكن لأن الدراسة الحالية تظهر أن 4/5 الألمان يعتقدون أن الاجتماع لابد أن يتطرق ويرصد هذه الموضوعات. وتستقبل المستشارة الألمانية أنجلا ميركل زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى ألمانيا لحضور القمة. توقعت مسؤولة من البنك المركزي الأوروبي إخضاع البنوك في منطقة اليورو لجولة أخرى من الاختبارات للتحقق من سلامة وضعها المالي في عام 2016. وأشارت المسؤولة إلى أن المركزية الأوروبية يجري اختبارات على نطاق أضيق لتقييم سلامة الملاءة المالية للبنوك اليونانية من أجل إعادة رسملة وهيكلة القطاع المالي والحصول على تمويل عاجل من البنك المركزي، وهو ما تعتمد عليه أغلب البنوك اليونانية. وخضعت البنوك الأوروبية لاختبارات مماثلة في العام الماضي بهدف المساهمة في تعزيز متانة النظام المالي في مواجهة أي أزمات اقتصادية. قالت وزارة الخارجية الصينية إن المجر أصبحت أول دولة أوروبية توقع على اتفاقية للتعاون في إطار مبادرة طريق الحرير الصينية الجديدة لتطوير البنية الأساسية للتجارة والنقل عبر آسيا ومناطق أخرى. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يوي إن بلاده ترحب باتجاه مزيد من الدول الأوروبية صوب الشرق وتعزيز التعاون مع الصين والدول الآسيوية الأخرى والمشاركة في مشروع حزام واحد وطريق واحد بأساليب مختلفة. كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعرب عن أمله في أن تتجاوز التجارة السنوية مع الدول المشاركة في المشروع 2.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات. قال وزير النفط الإيراني إن روسيا ستشرع في استيراد النفط الإيراني وفقا لترتيبات لمقايضة النفط بالسلع في الأسبوع الجاري بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد عن عام. واتفقت إيران في إبريل الماضي مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على أن تشتري روسيا أقل من 500,000 برميل يوميا من إيران نقدا، وتشتري إيران بالنقود سلعا روسية مثل الصلب والقمح ومنتجات النفط. وتعمل إيران على اتفاق مقايضة مع روسيا تصل قيمته إلى 20 مليار دولار. وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا منذ عام 2012 حين فرضت القوى الغربية عقوبات تهدف إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني. وأخيرا هذه تذكرة بأبرز عناوين هذه الجولة الاقتصادية المفصلة. انطلاق فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية. وعبد النور يؤكد أن الاتفاق يعد خطوة أساسية نحو الاندماج الكامل. البنك المركزي يؤكد أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خففت من حدة ارتفاع عجز المعاملات الجارية خلال 9 أشهر الماضية. وأزمتا اليونان وأوكرانيا تلقيان بظلالهما على قمة مجموعة 7 التي تنطلق بدون روسيا، ومحتجون يغلقون الطريق المؤدية لمقر القمة. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.